مساء الخير واهلا بحضراتكم. النهارده انا معايا الحقيقه قيمه وقامه كبيره، معايا الدكتور جابر عصفور، الاستاذ الدكتور جابر عصفور، طبعا هو الاستاذ بجامعه القاهره، هو كاتب ومفكر كبير، وهو كان في يوم من الايام بعد 25 يناير كان وزير الثقافه المصري. هو موجود معانا النهارده لان احنا في امس الحاجه ان احنا نتكلم عن الثقافه، الثقافه هي الحقيقه من أهم العناصر اللي بتشكل وعي وفكر الأمم واللي بتشكل الوعي عند الناس، وإحنا في الحقيقة محتاجين ده بشكل كبير. ما ننكرش إن إحنا عندنا أزمات كتير بتحصل، أغلبها متعلق بطريقة التفكير، متعلق بالثقافة، متعلق بالفهم الحقيقي للدين والفهم لأهمية إن الناس تكون مختلفين عن بعض، مختلفين فكريا وثقافيا ودينيا و و و كل هذه الأمور هطرحها على ضيفي. هنتكلم في ده، وهنتكلم عن أهمية تجديد الخطاب الديني زي ما قلت، هنتكلم عن مشروع التنوير اللي كان بدأ وبقوة في تقريبا الخمسينات من هذا القرن الماضي، وفي شعور انه هذا المشروع لسبب او لاخر توفي اكلينيكيا، يعني احنا مش عارفين هل المشروع ما زال قائم ولا مش قائم، وانا عارفه انه ضيفي من اشد المنادين بانه نحيي مشروع التنوير مره تانية لادراكه اهميه هذا الموضوع ايه. وهنتكلم عن الحادثه الاخيره اللي حصلت في المنيا، يعني امور كتير اسمحوا لي ان انا اطرحها النهارده على ضيفي الدكتور جابر عصفور، بس الاول ارحب بيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا يا فندم. الله يخليك. كل ده حضرتك تتكلم في ده واكتر، انا اعتقد لو فردنا حلقات يعني عندك حاجات كتير ان شاء الله يا فندم. انا عايزه بس ابدا الاول، وهنتكلم عن الخطاب الديني وعن التنوير وكل ده، بس النهارده كان في مصر في يعني تحت رعايه دار الاوبرا كان في الملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي. انا عايز اعرف يعني ايه الاول، او نقول للناس يعني ايه تجديد خطاب ثقافي. يعني باختصار ان الخطاب الثقافي الحالي لم يعد خطابا صالحا لتطور العصر، ومن ثم ينبغي البحث عن تجديد هذا الخطاب. وهي الحقيقة حجة ظريفة لأنه وزارة الثقافة، وأنا هنا حفش بعض الأسرار، طلبت في البداية أن يكون هناك مؤتمر عن تجديد الخطاب الديني. صح، وتحت رعاية وزارة الثقافة بس معمول في دار الأوبرا، أنا أسف. صح. واعترض الأزهر أن ما لوزارة الثقافة وتجديد الخطاب الديني، فانتهى الأمر إلى أن وزارة الثقافة حتتولى عقد مؤتمر بعنوان تجديد الخطاب الثقافي. وهذا كان حل جميل، لأنه بسبب بسيط الخطاب الثقافي يتضمن بالضرورة الخطاب الديني. هو أشمل يعني، معنى أشمل. نعم، إحنا محتاجين فعلا. وأنا كنت بتكلم النهاردة الصبح في هذا المؤتمر، كنت بتتكلم هنا. قولي ايه اللي كنت حريص انك تتكلم فيه في المؤتمر النهارده في كلمتك. انا كنت حريص بالدرجه الاولى اني اوضح العوائق او التحديات التي تحول بيننا وبين تجديد الخطاب الثقافي. واوجزت هذه التحديات في اربعه، اللي هم: الاول الاستبداد، يعني لا توجد حريات. اثنين الفقر. ثلاثه إلى جانب الفقر التعليم. أربعة الخطاب الديني. وأنا حطيت الخطاب الديني رابعا مع أني شايف أنه له أولوية مطلقة. طب ليه حطيته رابعا؟ لكن لأني أنا شايف أنه في حاجات لو صلحناها بالضرورة هيتصلح الخطاب الديني. لأن الخطاب الديني لا يمكن أن يكون متخلف في مجتمع متقدم، مستحيل. يعني مثلا لو خدت مصر في الأربعينيات والثلاثينيات ودرست الخطاب الديني، ما كانش خطاب ديني متخلف كالآن، لأنه الحياة الليبرالية أو الفكر الليبرالي السائد كان ضاغط على الخطاب الديني وخلاه متفتح. يعني مش كنت هتلاقي مثلا واحد يفتي مثلا بأنه يجوز تزويج الفتاة في سن الخامسة إذا كانت ممتلئة الجسم، سمينا يعني خامسة. أنا آخر حاجة الخامس، التاسعة بقت خامسة، الخامس كمان إنها تبقى بس ممتلئة الجسم، يعني تحتمل الوطأ. تصوري إلى هذا الحد. طبعا هذا ما كان الكلام ده ما كانش بيتقال زمان يا دكتور. ما طبعا ليه؟ أنا بقول لك لأنه زي ما بقول لك الخطاب الديني هو مرتبط بالمجتمع ككل. لما المجتمع يبقى مستنير ومتقدم ومزدهر لا يمكن أن يتخلى فيه الخطاب الديني، حيواكب هذا العصر. يعني أنا متأكد عندما تكون المرأة المصرية كلها سافرة
لن يتحدث أحد عن الحجاب بالضبط كما كان يحدث في العقد الماضي. يعني أنا دخلت الجامعة سنة 1961، لم أجد في الجامعة كلها جامعة القاهرة فتاة واحدة محجبة أو منقبة، كانش اخترعوه لسه. طب إيه اللي جرى؟ إن الخطاب الديني أصبح أكثر محافظة وتشددا ورجعية. بس ممكن حد سمع حضرتك دلوقتي يا دكتور جابر يقول ما هو ده تعدي على الحريات، حضرتك بتقول انه علشان يبقى فيه خطاب لا ثقافي واحدة متقدم. لا 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 انا اسف. واحدة ارادت من نفسها بالظبط وبارادتها الحرة حريتها ان تتحجب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما لم يكن هذا الحجاب ظاهرة اجتماعية، انا اتحدث عن الظاهرة الاجتماعية. يعني انا شفت كلية الاداب وشفت غرفة الطالبات، ما كنتش ادخلها طبعا، لكن البنت زميلتي كانت بتدخلها، وزميلتي دي لحسن الحظ اصبحت زوجتي وام اولادي واحفادي. فهذه المرأة عندما كانت فتاة كانت تدخل غرفة الطالبات وتتحدث عن ما يجري فيها، كانوا بيتكلموا في ثقافة، كانوا بيتكلموا عن افلام، كانوا بيتكلموا عن مسرحيات. الان غرفة الطالبات اصبحت مكان للوعظ والتعليم الديني في يعني الجامعات. في الجامعات في بيوت الطلبة يعني اختلفت الوظيفة. المسجد في الجامعات اختلفت وظيفته، بعد ما كان مكان للعبادة أصبح مكان للدعوة. وأصبحت الدعوة منتشرة في كل مكان، وهذا بقدر ما يؤدي إلى نوع من السلب في الفكر بشكل عام، بيؤدي إلى السلب في المجتمع نفسه وارتكاب جرائم تمييز. يعني ما حدث في القرية دي اللي كان في المنيا هذا نوع من التمييز ضد المسيحيين، وراءه دعوات سلفية وهابية بالضرورة. ما هو جاي منين؟ يعني انت لما تنفخي في أمخاخ المسلمين غير المتعلمين، وحنرجع عليها تاني، انه بتنفخي في دماغهم الأقباط كفار، الأقباط كفار، طب ما هو لابد انه حيسلك هذا السلوك طبعا. وهذا مجرم قانونا على فكرة، لكن للأسف ليس عندنا ناس يرفعوا دعاوي على المتطرفين سلفيا ويكون هذه الدعاوى باسم التمييز الديني. ليه ما عندناش ده؟ يعني احنا عندنا قانون ازدراء او ماده ازدراء الاديان في قانون العقوبات الحقيقه، ودي فيها كلام كتير هنتكلم فيه، بس وقت ما وضعت هذه الماده كانت موضوعه في الاساس لمنع التمييز ضد المسيحيين. يا دكتور جابر النهارده ما بتستخدمش لمنع السادات، لا ما بتستخدمش لهدفها الرئيسي ده، لمنع الحريات، وبتستخدم ضد مسلمين حتى الان ولمنع الحريات في التعبير والابداع والتفكير. طيب ليه ما بقتش تستخدم لهدفها ضد الحقيقي؟ ضد غرض. ما احيانا القانون ده توضع الماده القانونيه وسرعان ما تستخدم ضد المراد منه او المقصود منه. هذه الماده التي وضعها السادات سنه 1980 اظن. هذه الماده الان تستخدم لوأد حريه التفكير والابداع. بتستخدم الان لوقت حريه التفكير والابداع. طب انا الاول يعني هنروح لازدراء الاديان والاحداث المنيا، بس الاول يا دكتور بما انه بنتكلم عن تجديد الخطاب الثقافي، البعض بيتهم المثقفين ان هم يعني بيغردوا في مكان وحدهم، ان هم في برج عاجي وانه مش واصلين للقاعده عشان والمواطن. ده عيب من عيوب الخطاب الثقافي، ان هو خطاب قائم على نخبه وجمهور، وقلة قليلة كأنها منعزلة وجمهور مختلف. لو جديت الخطاب الثقافي هتلغي فيه ده. يعني هذه الازدواجية بين مثقفين في أماكن زي ريش وغيره وشعب ملوش علاقة بدول. وكان عبد الرحمن الأبنود عليه رحمة الله يقول إذا مش نازلين للناس فبلاش، على أساس أن المثقفين دول لازم ينزلوا للناس. صح. لكن ده كل ده من عيوب الخطاب الثقافي. لو جددت الخطاب الثقافي هيبقى في الناس ومع الناس وبالناس. تجديده بقى حضرتك بتقول يكون، احنا بنقول اربع حاجات الاستبداد، يعني حريات الابداع والافكار الى اخره، ويعني هذا بالضروره وبالدرجه الاولى الديمقراطيه بكل معناها وتطبيقاتها. اتنين، الفقر. الفقر انت عارفه بتاع لو كان الفقر رجلا لقتلته، صحيح، لان الفقر ده
الفقر ده مش بس هو يعني في أبيات لصلاح عبد الصبور في مسرحية مأساة الحلاج، مش الفقر ده مجرد الجوع، ده الفقر ده خواء الروح. الفقر ده بيحيل الإنسان إلى كائن غير إنساني. الفقر ده بيخلي الإنسان يبيع نفسه، يبيع كرامته، يبيع حتى صوته الانتخابي، يعني يفسد أمة. الفقر ده صح. شيء بشع، وشفنا أمثلة كتير على والأمثلة كتيرة. بص الانتخابات بتاعنا، مين اللي بيعمل فيها؟ مين اللي في سيب اللي في سيب؟ الفقر. ما هو الفقر لولا الفقر. ثانية، ومش بس الانتخابات، ده في ناس بتنزل تنفذ عمليات إرهابية بالزبط. وهي ولا مؤمنة بأي هدف ولا أي حاجة، هي بس عشان تاكل. ده الفقر. أنت عندك إحصائيات؟ أنا شخصيا شايف في حسب معلوماتي الإحصائية البسيطة إنه عندنا ما لا يقل عن 40% من الشعب المصري فقير تحت خط مستوى الفقر. يعني ده معناه إيه؟ 40 مليون. 40 مليون دول يعني أنت مش يعني تعملي بيهم إرهاب، تعملي بيهم ما هو أكتر من الإرهاب. طبعًا. يعني لما يجي واحد من الإخوان المسلمين ويدي واحد لا يجد لا مأكل ولا مسكن ولا مأوى، يدي له 200 جنيه 500 جنيه. ويروح حط العبوة ولا الشنطة دي. يا سلام. يعمل؟ طبعًا. لأنه بقول لك الفقر مش يعني مش الحاجة إلى المأكل والملبس، لا، ده بيعمل حاجة أكتر بكتير جدا في الإنسان، بيشوهه. فطول ما احنا سايبين الفقر احنا سايبين كل ما يشوه الإنسان جسديا وروحيا وفكريا. طيب لما حضرتك بتقول لي هم اربع حاجات اذا كنا عايزين نجدد الخطاب الثقافي، قلنا إيه؟ الحريات، يبقى في حقوق ديمقراطيه، قلنا التعليم وغيابه، والخطاب الديني والاميه. كل دي امور دي مسؤوليه دول وانظمه وحكومات. ما احنا بنتكلم على ده. ما هو يعني مش هينفع تجدد خطاب الثقافي اذا كانتش الدوله واقفه جنبك صفا الى صف. لا مش هتنفع طبعا. بس عشان نكمل، عندك الى جانب ده الأمية بقى تعليم. معناها التعليمي والتربوي، والأمية بمعناها أنه تبقى أمية متعلمين. يعني شوفي أساتذة الجامعة وتلامذة الجامعة وخريج الجامعة، كم واحد فيهم بيناقش قضايا البلد؟ وكم واحد عنده وعي؟ لا، وتعالى اسألهم في معلومات عامة. اسألهم في معلومات عامة. احنا مرة بنسأل الطلبة عن مين نجيب محفوظ، قال لي طبيب. لا يعني ده طالب جامعي، يعني طالب واحد جامعي. حد عدى بمراحل تعليم، طالب جامعي كتير عدى يعني من كل المراحل لغايه ما وصل للجامعه. لا ومش بس كده، لا وبيخلص الجامعه يعني كمان. مش بنساله على حاجه صعبه، ده نجيب محفوظ وبيخلص مش اسم الجامعه صعب يعني. وبيخلص الجامعه، ايه رايك بقى؟ وبيروح يمتحن في حاجات تانية. انا سمعت، شفت في التلفزيون على فكره، ما سمعتش، انه عاملين برنامج بمناسبه وصول مفاعلات سيمنز، مش المفاعلات، الأجهزة التي تولد الطاقة الكهربائية بتاع سيمنز إلى المبنى بتاع بني سويف. فجايبين حوار مع مهندس، فقال هذا المهندس احنا اختارونا من 24,000 مهندس، وهم عددهم كام؟ يعني مئات مثلا. تخيلي مثلا ان المهندسين بتوع شركة سيمنز اضطروا يمتحنوا ما يقرب من 24,000 مهندس مصري، اللي طلع كفء كام؟ عدد محدود جدا. هذا معناه ايه؟ معناه ان نظام التعليم عندك لم يعد فيه جودة. عندك زمان كان ايام مصطفى مشرفة كان كلية العلوم في جامعة القاهرة تتآخى مع كلية كامبريدج في لندن وانجلترا. راح فين ده؟ كان جامعة القاهرة خريجها لا تعادل شهادته في اي جامعه لا اوروبيه ولا امريكيه. انت دلوقتي خارج التصنيف انت العالمي خارج اصلا للجامعات اصلا. انت ما عندكيش تعليم، انت دلوقتي عندك ما عندكيش بالمعنى الحقيقي والكامل ديمقراطيه لسه، ودلوقتي ما عندكيش خطاب ديني سليم، وعندك الى جانب الفقر الاميه. طب عايزه تعملي خطاب ثقافي ازاي بقى؟ طب الخطاب الديني، يعني الرئيس السيسي كان اتكلم السنه اللي فاتت، ومش هقول احنا اللي اشدنا بيه، ده العالم بره والقنوات الاخباريه الكبيره في الولايات المتحده الامريكيه كانت بتشيد بكلامه الجريء لعلماء الازهر. الرئيس السيسي يقول ما هو عايزه. لماذا لا ينفذ هذا الكلام؟ لا مش هينفذ. ليه؟ لانه الازهر خلاص
طبع على ما هو عليه، خلاص انتهينا. انت عايزه كل اساتذه الازهر، مش بس كل، حرام، الاغلبيه الساحقه التي تربت على خطاب ديني جامد لعشرين من السنوات او عشرات من السنوات، عايزاها تيجي تغير بسهوله كده؟ الامر صعب. عايزه ثوره، ثوره يقودها شيخ شجاع زي محمد عبده. احنا ما عندناش ده. هتساليني الا يوجد في علماء الازهر من يتبنى تجديد الخطاب من يتبنى الديني؟ وهو يكتب في تجديد الخطاب الديني. نعم، في محمود زقزوع على راسهم. وهو بالمناسبه شيخ جامع الازهر، استاذه. تمام، استاذ شيخ الازهر. وعندك مجموعه اخرى قليله جدا من المشايخ. يعني الامل موجود في انه الازهر من الممكن من الداخل يجدد نفسه. القله قليله جدا، لا يمكن ان تؤثر في الاغلبيه. محتاجه يعني ايه القله دي عشان جامعه القاهره او الجامعات المصريه؟ اليس فيهم اساتذه اكثر نبوغا من الاساتذه في الخارج؟ بالتاكيد. لكن السيستم لا يساعدهم، وهم اقليه في النهايه، اقليه لا يستطيعون ان يؤثروا. ما يقدرش يأثر. فأنت عايزة ثلاثة أربعة أو خمسة في الأزهر أو حتى عشرة يعملوا تأثير في وسط غابة من المشايخ الذين لا يزالون يؤمنون بخطاب ديني متخلف. و الأزهر حتى الآن يظن في نفسه أنه سلطة دينية، مع أنه لا سلطة دينية في الإسلام. صحيح، ما عندناش كهنوت في الإسلام، ما عندناش كهنوت ولا سلطة دينية. طب الأزهر بيمارس دور كسلطة دينية، إيه رأيك؟ يعني ما فيش أمل في تجديد ال... طب إذا كان الأزهر حتى بتقول لا في أمل. طيب في أمل. قول لي تجديد الخطاب الديني يكون إزاي؟ يعني ده أظن نقطة الخلاف الذي أنا كمواطن أرى أن الرئيس السيسي مش واخد باله منه. أن أنت تعمل إصلاحات، تغييرات، اعمل تغييرات بخطوط متوازية. أنا فاكر الرئيس السيسي عندما رشح نفسه كان بيكلمنا على أنه عايز يعمل خطوط متوازية. يعني إيه؟ خط في الاقتصاد، خط في الصناعة متوازي، خط للعسكرية المصرية، لأنه ما فيش وقت كل خط يمشي لوحده طبعا. وفي نفس الوقت عندك خط ثقافة، خط تعليم، كل ده لازم يمشي بشكل متوازي. من غير هذا التوازي يعني احنا ما ينفعش نأجل. احنا دلوقتي بنأجل التعليم، بنأجل الثقافة علشان نمشي الاستثمار، ومخينا بس التنمية هي الصناعة والتجارة. غير صحيح. انت ما تقدرش تعمل تنمية حقيقية شاملة وكاملة الا بمخاخ الناس السليمة. صح. وغير كده مش هينفع. ده بالمناسبة اعتراضي أنا على كل ما يحدث الآن. ما يحدث الآن عظيم ويشبه المعجزات في بعض المجالات، لكن أنت تؤجلين الثقافة ليه؟ وعاملة مأجلة التعليم وإصلاحه ليه؟ التعليم مش عايز إصلاح، عايز ثورة جذرية. وبعدين ما هيش معجزة. ثورة جذرية يعني يحصل إيه في مجال التعليم؟ لأنه الأمر بيبدو وكأنه التعليم من الملفات الملغمة اللي من الصعب جدا إصلاحها. يعني لن تخترع العجلة، العجلة اخترعت من زمان جدا. ناخد أي نموذج من الخارج من الخارج ونعمل له بس أكوموديشن مع الواقع المحلي وخلاص. يعني المسألة سهلة، ما هي صعبة قوي. وعندنا مجموعة من البلدان حققت إعجازات في التعليم، مع أنها بدأ من بداية أقل مستوى مننا، من اللي احنا فيه. خدي ماليزيا مثلا. ماليزيا مهاتير محمد تولاها سنة 82، على فكرة مبارك كان يعني في نفس الوقت، كان 82 متولي. طب إيه اللي حصل لماليزيا وإيه اللي حصل سبقتنا لمصر؟ طبعا مصر انحضرت، ماليزيا صعدت. إيه اللي حصل؟ أول باء ألف باء ما فعله مهاتير محمد التعليم. وعلى فكرة التعليم ده لو اهتميتي بيه هتطلعي مثقفين، هتطلعي إلى آخره، لأن المثقفين دول جايين من الهوى، ما هم جايين من التعليم. يعني كل حاجة هتطلعيها من التعليم. ولازم تؤخذ قضية التعليم كأنها قضية حياة أو موت. وكان واحد من وزراء التعليم الممتازين
كان يقول، هفتكر لك اسمه دلوقتي، دكتور حسين بهاء الدين. ربنا يديله الصحه. دكتور حسين كامل بهاء الدين. دكتور حسين كامل بهاء الدين ربنا يديله الصحه وطوله العمر. دكتور حسين كامل بهاء الدين كان بيقول دايما ان التعليم قضيه امن قومي، وهذا صحيح طبعا، والله العظيم طبعا قضيه امن قومي. والذي لا يؤمن بان التعليم قضيه امن قومي بيضحي بالامن القومي. هذا الرجل الفاضل حسين كامل بهاء الدين كان بيقول هذا الكلام في ايام مبارك، ان التعليم قضيه امن قومي، وانه اذا فسد التعليم فسد الامن القومي. وعلى فكره كان هذا الرجل يقول هذا الكلام وكان في مواجهه اول اول التدخل الاخواني في وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم بدأ التدخل الإخواني في وزارة التربية والتعليم في عهد مبارك، في عهد فتح سرور. لا، في عهد فتح سرور لما كان فتح سرور وزير التربية والتعليم دخل في عهد مبارك يعني. دخل الإخوان درجة درجة إلى أن احتلوا المراكز الأساسية والتوجيه في وزارة التربية والتعليم، وأظن حتى الآن في جيوب وبؤر إخوانية في وزارة التربية والتعليم. هل في وزارة التربية والتعليم فقط ولا في كافة المؤسسات؟ لا، في كافة الدولة. المؤسسات بالتأكيد، لكن وزارة التربية والتعليم كانت أخطر وزارة. لأنه لماذا؟ ما أنت لو سيطرت على وزارة التربية والتعليم والجامعات سيطرت على عقل الأمة. صح، عقل الأمة باختصار. وهتعملي ايه؟ يعني اظن احنا لسه حتى الان في مجموعه من المشاكل الحيويه التي هي مرتبطه بالامن القومي لا ناخذها ماخذا جديا. عظيم جدا واعجازي ان احنا نعمل هذه الانجازات. وانا شخصيا كمواطن مصري بارفع ايدي والقبعه بالتحيه للرئيس السيسي، لكن بقول له ارجوك ارجوك كمواطن مصري، التعليم 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 5 مرات. مش شايف اي يعني محاولات الان لتطوير التعليم؟ خصوصا انا استاذ جامعه يعني بتاع تعليم، مانيش شايف مانيش شايف اي بوادر حقيقيه. فين وزير التربيه والتعليم الحالي؟ مش شايف ان هو يعني متخذ لاي خطوات من اجل تطوير التعليم؟ ما انا عندي قرايبي في المدارس. التعليم ايه اللي اتغير بشكل جذري؟ مفيش، بالعكس ما شايف تغيير حقيقي. تغيير حقيقي يعني معناها انه خلال 2 3 4 على الاكثر تشوفي تعليم جذري، الدنيا بتتنفض. هل هو بيكون يعني علشان نطور التعليم، هل هو يكون قرار وزير ولا قرار دولة تتبناه؟ دولة تتبناه وتدور على وزير، على وزير تربية وتعليم عصري ومتعلم تعليم عصري وجريء وجريء جدا ومزود بالمال اللازم لهذه الجرأة. يعني عنده ميزانية. والدستور على فكرة نص على التعليم، التعليم بشكل والصحة. خاص والصحة صحيح. لأهميتهم، وكان مفروض والله ينص على الثقافة، لكن معلش النص على التعليم هو نص على الثقافة، التعليم والصحة والبحث العلمي زادت شوية برضه يعني. فإحنا لا، التعليم لسه التعليم ده حتى الآن أصبحت بعض الدول العربية أكثر تقدما في التعليم مننا، من مصر للأسف، اللي كانت بتبعت البلاد العربية تبعت الناس تدرس عندنا. طيب أنا عايز أسأل حياتك، لما بتقولي تجديد الخطاب الديني من داخل الأزهر هو أمر صعب جدا، هل تجديد الخطاب الديني يكون من الأزهر فقط يا دكتور جابر؟ لا، هو الرئيس نفسه حلها. قال تجديد الخطاب الديني مسؤولية مشايخ الأزهر والمثقفين والمفكرين. كويس، طيب حياتك يعني شايف هي صعوبة إن الأزهر يتبنى ده؟ ذوي العقول في مصر. كويس، المثقفين والمفكرين بقى. طب وأنا بتكلم ليه؟ بمناسبة إيه؟ ده حضرتك، بس شايف إن في حركة، إن في أنا شايف تضامن من المثقفين مع هذا الهدف. شايف إن فرض عين على كل مثقف مسلم أو مسيحي إنه يأخذ قضية تجديد الخطاب الديني قضية أساسية. فرض عين. وعلى فكرة تجديد الخطاب الديني ليس قضية إسلامية فقط، وإنما هو قضية مسيحية في الوقت نفسه. ده بنظر أعرف أعرف إنه في من بعض اتجاهات الكنائس المسيحية إنه في
يعني بعض الاتجاهات شديدة التخلف والرجعية زي السلفية عندنا. قداسة البابا توادرس نفسه كان في حوار معايا هنا في البرنامج وقال انه تجديد الخطاب الديني هو امر مطلوب في الديانتين هنا في طبعا. مصر مش فقط طبعا. في الاسلام في الدين الاسلامي. بس حضرتك دلوقتي بتقول لي يعني ان هو مسؤول عن هذا التجديد مش بس رجال الدين ومشايخ الازهر ولكن ايضا المثقفين والمفكرين طبعا. حد تاني هيقول طب ما هو المثقفين او المفكرين او الشخصيات اللي ملهاش علاقه بالازهر وعلى فكره عملوا وانا عدلك شخصيات اتكلمت في ده يعني وفي... المستشار سعيد العشماوي عليه رحمه الله كان هو من اوائل الذين تكلموا في تجديد الخطاب الديني وله كتاب عمده عن الحجاب على فكره. ومشايخ الازهر عندما يتحدثون عن الحجاب يقولون الحجاب فرض. المستشار سعيد العشماوي في كتابه هذا عن الحجاب يقول الحجاب عادة وليس عبادة ولا فرض ولا أي شيء. والكتاب موجود في المكتبات. يعني هذا واحد نموذج من النماذج. ده كان قاضي ومستشار بكل معنى الكلمة. المرحوم فرج فودة كتب في هذا. المرحوم نصر حامد أبو زيد كتب في هذا. طيب حضرتك عمال بتقول لي اسامي دفعت الثمن برضو الكلام فيها طبعا هذا. يعني نصر حامد ابو زيد عانى سنوات. طب وانت شعرفك ان انا ممكن ما ادفعش ثمن الكلام؟ لا ربنا يديك الصحه ان شاء الله ويسلم يا دكتور جابر. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. يعني المثقفين لما بيتحدثوا في هذه الامور ويحاولوا ان هم يجددوا الخطاب الديني نصر حامد ابو زيد ودعاوى الحزبه وتفرقته عن زوجته واضطر ان هو يدفع حياته بره بلده يعني لم تعد هناك فرج فوده عندك. دفع عمره ثمنا لهذا معلش. الكلام معلش. عندك اسلام بحيري الان محبوس. موضوع فاطمه نعوت مختلف لكن اسلام بحيري تحديدا كان بيتكلم في تجديد الخطاب الديني هذا ومحبوس الان. هذا شاب نابغ فيما يتصل بقضية تجديد الخطاب طيب الديني. طيب اللي هيتكلم في الخطاب الديني يا هيتحبس ويترفع عليه إصدراء أديان يا هيتقتل يا هيقام عليه دعوة حزبة. وكان يقول في تجديد الخطاب الديني ما يعجز عن أن يقوله كثير جدا من المشايخ. ما هو ده اللي أنا بسأله لحضرتك. إزاي المثقفين هيقوموا بده وهم شايفين قدامهم أمثلة دفعت الثمن غالي يا دكتور؟ استضوه فقط من زلات لسان ففي انفعال الشباب فقط. إنما غير هذا لا. الراجل في دعواه الأساسية صحيحة 100% إن البخاري ليست أحاديثه صحيحة غير هذا صحيح تماما. وأنا قلت أظن كده النهاردة الصبح حتى قلت يعني أنا تخيلت مثلا وشيخ الأزهر بيقول خطابه في ألمانيا إن ممكن قوي تسأله ميركل هل صحيح في صحيح البخاري عندكم حديث بيقول انه ما افلح قوم ولوا امرهم امراه. طب ما رايك في المانيا التي تراسها امراه؟ ما عندك حديث بيقول ده. طب هيبقى موقفك ايه من الحديث ده؟ ما هي تقولي عليه حديث باطل مكذوب على الرسول يا اما تقولي عليه حديث السند بتاعه مش صحيح. طب يا اما تقولي عليه حاجه تانيه يا اما تقولي عليه مثلا حديث منسوخ وان كثير من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن ان ينسخها العصر كالاحاديث التي قيلت في بيوع الجواري والعبيد. ما عادش الان ما يسمى بالجواري والعبيد. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله فيما يخص البخاري والكلام اللي ايضا يعني تعرض اسلام بحيري لهجوم شديد بسببه بعض رجال الازهر اللي احنا نعرف عنهم او بنشوف حديثهم في بعض البرامج هم متنورين ايضا جدا هم شافوا ان ده طعن في ثوابت الدين يا دكتور. طعن في ثوابت الدين ان انا اقول. طب ايه رايك بقى؟ انا بقول اهو للمره الثانيه ان كثير من احاديث البخاري غير صحيحه. ايوه ده حضرتك بتقول كده بس احنا بنقول انه في رجال دين ورجال من الازهر لا يعني معروفين بسماحتهم معروفين بتمدنهم الشديد هم معاصرين بس هم برضو شافوا انه كلام اسلام هو طعم عالم طعم جليل في هو الدين. الدكتور احمد عمر هاشم كويس فهو رفض تماما فكره ان يكون في حديث البخاري احاديث من هذا النوع رفض. طب يا مولانا ما احنا لو جبنا لك احاديث بمعنى انه كان موقفه مدافع عن حديث مدافع البخاري عن البخاري ونفس الشيء الشيخ اسامه الازهري وهو ايضا شخصيه متنوره جدا اعظم موسوعه في تاريخ الاسلام.
ده وبيقول لك العامة لما بتقسم تقسم بالبخاري، وحد يكلمك يقول لك هو جاء في البخاري يا خي، هو غلط في البخاري، هو غلط في البخاري. صح. طيب مثلا يعني عندنا بس البخاري ده مش قرآن، ده كتاب من صنع بشر، ويمكن ان يدخل اليه الخطأ والسهو والنسوان. الشيخ الازهري برضو، الشيخ أسامة الازهري هو شخص متنور جدا، البخاري اشتغل فيه 20 سنة على عيننا وعلى راسنا، وانه جمع كذا وجمع كذا وعمل كذا. جهد البخاري في حديثه جهد رائع وعظيم تماما، ويستحق كل احترام وتقدير من اي عالم او باحث. كويس. لكن هذا لا ينفي اطلاقا اطلاقا ان في هذه الاحاديث الموجوده في البخاري احاديث غير صحيحه. ما في هذا يعني، ما الغريب في هذا؟ جهد بشري يعني. جهد بشري. طيب ازاي المثقفين والمفكرين والكتاب من الممكن ان هم يحاولوا يسهموا في تجديد الخطاب الديني، واحنا عندنا هذه الماده ماده ازدراء الاديان سيف مسلط على الرقاب، ممكن اي حد النهارده يشوف كلام حضرتك او غيرك يا دكتور، هنا يطالب مجلس الشعب، هنا يطالب مجلس النواب، وانا اتوجه بهذا الخطاب الى مجلس النواب انه لابد ان ينقي القوانين القديمه وان يفعل القوانين الخاصه بالدستور. يعني عنده اول ماده في الدستور اللي هي الماده الخاصه بانه لا مساس بحريات الافراد في حاله الاجتهاد العلمي او الفكري او الابداعي، هذه الماده ينبغي ان تتحول الى قوانين فورا. ده واحد. اثنين، انه هذه الماده البدعه التي تسمى ازدراء الاديان لابد ان تراجع وتحذف فورا من القوانين المصريه. في حد شايفنا هيقول وكده يبقى اي حد يتهجم على الدين، ولحسن الحظ اي تهجم على الدين. هو التهجم على الدين ده، هو في حد تهجم على الدين؟ انا سمعت هذا الراي من قبل من احد العلماء الاجلاء، مش فاكر الاسم، بس كان حد يعني من الشخصيات المعروفه من الازهر، وقال انه لا، الماده دي مهم وجودها، لانه بدونها اصبح الامر سداح مداح، واي حد عايز يتهجم على الدين. سداح مداح هو حضرتك بتكلميني انا باعتباري مش سداح مداح، ولا بتكلمي استاذ جامعي؟ لا انا مش بقول لحضرتك العكس. لا انا بضرب لك مثلا. احنا هنا بنتكلم على مثلا، هو مين اللي بيتكلم في مثل هذه الامور؟ مش اساتذه زيهم ولا ولا ما ومعاهم دكتوراه قبل ما هم ياخدوا الدكتوراه ولا ايه الحكايه؟ يعني اصل الازهري لما يقول لك، مش الازهري يعني اسامه ده العالم انا بحبه الأزهر. جدا العالم اي الأزهر. ازهري عالم من علماء الازهر الاجلاء لا ينبغي ان يتحدث عن عالم اخر الا بالاحترام والتقدير، والا الاخر سيبادله ازدراء بازدراء، ما يصحش. يعني هم مين اللي بيتكلموا في القضيه دي؟ ما هم مجموعه من المثقفين والباحثين الاجلاء والافاضل، وبيتكلموا عنها لخدمه المجتمع. ومين اللي اقترحها في مجلس الشعب للنقاش اصلا؟ الدكتوره أمنة نصير. مين الدكتوره أمنة نصير؟ هي عالمه أزهرية. ايضا محترمه جليله متنوره. أزهرية. صحيح. فيعني ما منكم من قال ان هذه الماده القانونيه ماده لا ينبغي ان يكون لها وجود فعلي ومذكور؟ السؤال، هل الماده دي فعلا بتدافع عن الدين، ولا في بعض الاحيان بالعكس بتضر؟ ما هو هي الان استخدمت للاضرار بالمفكرين. تصوري ان هذه الماده لو كانت موجوده ايام طه حسين لما كتب كتاب الشعر الجاهلي كانت حبس. يعني طه حسين في سنه 26 عندما الف كتابه الشعر الجاهلي، ودي ينبغي ان احنا نقولها للناس حتى يتذكروا ماضيهم العظيم. على فكره هم بيراهنوا على محو الذاكره المصريه. احنا على بد نحيي هذه الذاكره. طه حسين سنه 26 عندما كتب كتابه في الشعر الجاهلي هاج الازهر وماج. صح. وتقدم شيخ الازهر ببلاغ رسمي الى مجلس النواب. وكان رئيس المجلس في ذلك الوقت سعد زغلول، وكان رئيس الحكومه عادل يكن، وكان ده وزاره ائتلافيه، وكان سعد زغلول الوفدي رئيس البرلمان، وعادل يكن اللي هو حزب الاحرار الدستوريين رئيس الحكومه.
فالمهم ان واحد تقدم للبرلمان بانه شيخ الازهر على وجه التحديد، ومعاه مجموعه من الطلاب الدراسات العليا الازهريين. فماذا يفعل البرلمان؟ فاحال الموضوع الى النيابه العامه. وذهب الموضوع الى النيابه العامه، وكان النائب العام في ذلك الوقت اللي هو رئيس نيابه مصر العموميه واحد اسمه محمد نور. ينبغي على كل مصري أن يتذكر هذا الاسم، لأنه ينبغي أن يكتب بحروف من نور. الأستاذ محمد نور كان وكيل نيابة أو رئيس نيابة مستنير، كان رئيس نيابة مصر العمومية، يعني النائب العام دلوقتي. هذا الرجل ناقش طه حسين وحقق معه وانتهى التحقيق إلى الحفظ. وقال محمد نور انه يعني لا يوجد في دستور 23 ما يمنع حرية الاجتهاد، وانه لا يوجد ما يدل على ان طه حسين قد قصد الإدانة او الإهانة للإسلام. ومن ثم يحفظ التحقيق، وان ما فعلوا فعلوا على سبيل الاجتهاد الشخصي ولم يفعلوا، بس التنور كان عامل ازاي، ومن لم يفعلوا على سبيل لإهانة الإسلام أو ما نقوله الآن إزدراء الإسلام. سنة 26 محمد نور النائب العمومي لمصر، وخرج طه حسين من النيابة العامة مفرجا عنه معززا مكرما، وعاد إلى جامعته، وفي السنة التالية 27 أصدر كتاب بعنوان في الأدب الجاهلي مش في الشعر الجاهلي، وكتب فصل من أروع ما كتب في الكتب العربية عن الحرية، وانه لا يمكن ان توجد جامعه ولا مستقبل للبحث العلمي في مصر الا بالحريه. وقال في ذلك عبارات تكتب من نور في تاريخ مصر. ده في العشرينيات من القرن الماضي. في العشرينيات. واحنا دلوقتي داخلين على العشرينيات، نعم. يعني من 100 سنه تقريبا يا دكتور جابر. من 100 سنه. فين مشروع التنوير المصري؟ مشروع التنوير المصري اصابه سكين قاتله منذ سنة 1970 عندما تحالف السيد محمد أنور السادات رحمه الله على أي الأحوال مع الجماعات الإسلامية ومع الإسلام السياسي لكي يواجه ما أسماهم الشيوعيين والنصريين والقوميين واليساريين. فكانت الكارثة، نما الإسلام السياسي شوية شوية، وعملوا ما يسموه هم الصحوة الإسلامية. ولم تكن وكأنه مصر لم تكن إسلامية قبل كده. قبل كده يعني كانت مصر الكافرة مثلا. وبدأ الصحوة الإسلامية دي معاها من سنة 70 تحريم الرقص، تحريم الغناء، تحريم التمثيل، إغلاق دور السينما، إلى آخر الأشياء التي حدثت بعد ذلك. خلينا نقول للناس، احنا لما بنقول مشروع التنوير اللي انا عارفه ان حضرتك من اشد الداعمين والداعين له، يعني انا عارفه انك متبني هذا الامر طبعا. يا دكتور جابر، خلينا نقول للناس احنا لما بنقول مشروع تنوير بنقصد ايه؟ بنقصد بكلمه بسيطه جدا اللي هو استخدم عقلك في شجاعه. ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي موجود على فكره في احياء علوم الدين للغزالي، الحديث بيقول ايه؟ القدسي بيقول اول ما خلق الله خلق العقل، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، قال بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اكرم علي منك، بك اثيب وبك اعاقب. ده العقل عند الله سبحانه وتعالى. دل على اساسه انا بتحاسب. بالظبط. بك أثيب وبك أعاقب، يعني بفكر وبتصرف وبتعاقب أو بأثاب عليه. جعل الأديان ليه؟ لكي تكون حجته علينا بعد أن نستخدم عقولنا. لأن العقل هو حجة الله على خلقه. ما هو ربنا ادانا العقل عشان نعرف الصواب من الخطأ. صح. وعلى فكرة بعض الفرق الإسلامية المتطرفة شوية زي المعتزلة قالت إنه من خصائص العقل ما يسمى بالتحسين والتقبيح، وان الانسان بعقله يعرف الحسن من القبيح، وان وجود الانبياء نفسه هو من قبيل اللطف الالهي.
طيب مش هنقول احنا بانه الانبياء من قبل لطف الاله، الانبياء ضروره بشريه وضروره ربانيه، انما دلوقتي لما نقول ان العقل ده ملوش معنى، لا، العقل ده هو حجتنا، هو ما نعرف بيه ربنا. وكلمه العقل والتدبر والتفكر في القران ما فيش اكتر منه. يعني انا فاكر في بحث للدكتور محمود زقزوق مش ليا، عدي فيه كلمات التفكر والتدبر الموجودة في القرآن، فلقاها من أكثر الكلمات تكرارا في القرآن الكريم. ليه؟ لأن ربنا عايزنا نستخدم عقولنا. وهديناه النجدين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ألا تتفكرون ألا تتدبرون. ليه؟ أنا حجتي أمام الله عقلي، وحجة ربنا علي عقلي، وانا اعاقب واثاب بالعقل. والعقل ده هو اللي انا بالعقل عرفت ربنا، فازاي انا الغيه؟ استخدم هذا العقل في شجاعه حتى. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال استفتي قلبك وان افتوك. يعني لو عقلي قال لي ان اللي يعني بيقولوا لك ده غلط، انا ماليش دخل. يعني ما تاخدش الكلام. وعلى فكرة القلب في اللغة العربية يستخدم بمعنى العقل كثيرا. استفتي قلبك وإن أفتوك. يعني فكر. فيعني وهو بالمناسبة الأزهر إيه وظيفته؟ الأزهر ليس له على المسلمين إلا النصح. النصح، ولهم أن يأخذوا بهذا النصح أو يرفضوه. ما هو بالمناسبة الأزهر ده مش كنيسة. مش الكنيسة في العصور الوسطى، لا. ده مجموعة من رجال الدين ومجموعة علمية بتقول يا اخوانا احنا رأينا كذا، يا تاخدوه يا ما تاخدوهوش، احنا ممكن ناخده وممكن نقول لهم متشكرين. هي المشكلة في الأزهر ولا المشكلة في من يقول الناس بغير علم؟ الأزهر يكاد يكون في المسألة الدينية هو يعني اقرب الى الوسطيه الاسلاميه. ما ده اللي انا بقوله، يعني لكن اللي بيؤدي للتطرف والفكر المتخلف، هل هو ده ولا هو من يسمون انفسهم بشيوخ وهم في الاساس ولا شيوخ ولا تلقوا هذا التعليم؟ هو حتى انا شايف الحقيقه ان الفرق كمي مش كيفي. يعني الازهر بيقول ان هو يمثل الوسطيه الاسلاميه، ماشي. طب لكن ما يسمى بالسلفيين دول هل يمثلون الوسطيه الاسلاميه؟ بالتاكيد لا. وغريبة أن يحصل تقارب بينهم وبين الأزهر في هذه الأيام. وأنا شخصيا هو في تقارب أشعر في الأيام دي؟ بيقولوا في الجرائد أحيانا. أنا شخصيا أشعر بالإسرابة فورا لو حدث تقارب بين السلفية والأزهر. ولو أنهم أحيانا بيتفقوا عندما يعني يحتاجوا إلى المصالح. تمام. الدستور على سبيل المثال. الدستور إحنا كنا بنطالب كمثقفين وكمجموعات كتيرة في المجتمع المصري، كنا بنطالب بأن يكون هناك المادة الأولى في الدستور تعرف مصر بأنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة. رفض الأزهر، ممثلي الأزهر والسلفيين رفض مطلق أن توضع في الدستور كلمة دولة مدنية. وحلت المسألة بإيه؟ بحل وسط. إيه هو الحل الوسط؟ انه في الديباجة بتاع الدستور يبقى في السطر الاخير تذكر ان مصر حكومتها مدنية. طب هي حكومتها ولا حكمها؟ دي سابوها يعني امخاخنا تتأمل فيها، لكنها لم تذكر في ديباجة الدستور نفسها كدولة مدنية. مصر دولة على فكرة خطاب التنصيب الذي تولى به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اليوم اللي خطب فيه وهو يرأس مصر رئيسا للجمهورية، قال إن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة. من بعض أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة. تقصد إن هو يعني عنده طول الوقت يؤكد، عايز يؤكد على هذا الأمر وعلى مدنية الدولة. لأنه إيه؟ لأنه يشعر عايز بأن هناك هو عشان واحد هو عايز تجديد خطاب ديني، اتنين عايز يؤكد انه يا اخوانا في فصل كامل بين السياسه بمعنى اداره الدوله وبين الدين. بس
وان لا دخول لا بده ولا بده طول الوقت. لكن هل شايف انه الازهر يعني بيحاول ان يحبط الدوله فيما يخص مدنيه الدوله او فيما يخص تحديدا تجديد الخطاب الديني؟ يعني ان الازهر لا يؤمن اصلا ان مصر دوله مدنيه، لا، بدليل بسيط ان احنا دعينا كمجموعه من المثقفين في الازهر. وعلى فكره انا استشهد على كلامي بوزير ثقافه مصر الان الاستاذ حلم النمنم وكثير من المثقفين الذين كانوا موجودين، انه احنا دعينا كمجموعه من المثقفين المدنيين لنكن في حوار مع الازهر ولنقدم اربع وثائق، وفعلا الاربع وثائق كانوا ممتازين جدا، وثائق الازهر المشهوره. في الوثيقة الأولى اللي هي خاصة بهوية مصر كان لابد من التعريف. فإحنا كان رأينا، يعني أنا ومجموعة من الأشخاص، يعني أنا وعبد النبيل عبد الفتاح وحلم النمنم على فكرة وجمال الغيطاني عليه رحمة الله وكثير آخرين، كان رأيهم أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة. رفض الأزهريين تماما كلمة دولة مدنية، توهما أن كلمة مدنية ضد الدين. هو لسه هسأل حضرتك، هو إيه العيب في كلمة مدنية؟ ولا في عيب ولا حاجة. هو في عيب أن احنا نقول بفصل الدين عن إدارة الدولة؟ هو شيخ الأزهر هو اللي بيحكم مصر ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ما هي واضحة زي الشمس. يعني احنا فعليا احنا دولة مدنية، يعني على الارض التطبيق مجلس الوزراء ده احنا تطبيقيا على الارض احنا دوله مدنيه. هل في وزير واحد للاوقاف؟ لا انا بسال، هل المشكله يعني اذا كانت خلاص اللي حاصل واللي منفذ على الارض ان بالزبط. الدوله حكمها مدني بالزبط. يبقى هي المشكله فيما يجري على الارض واللي تنفذ خلاص، ولا المشكله في المسمى؟ اقنعهم. انا مقتنع يعني بي. الخوف من المسمى بسبب ايه؟ لا هم خايفين ان مدنيه تعني علمانيه، وان العلمانيه دي عندهم وهي ليس كذلك كفر والحاد، ولا كفر ولا الحاد. ما هو اللي قبلهم يعني ان راينا ما قبلنا على هذا فاعلين. طب هيعملوا ايه؟ هي المساله كلها موروثات لا تريد ان تتزحزح، واباطيل حلت بالعقل ولا تريد ان تتزحزح، هنعمل ايه؟ هذه هي المسألة كلها. طيب بالمناسبة دي عايز أعرف، شايف علاقة الرئيس السيسي بالمثقفين يعني عاملة ازاي؟ علاقة كويسة جدا. علاقة كويسة. احنا كنا عنده بالمناسبة كمثقفين من فترة قريبة. ومع اني يعني انا كنت واحد من المدعوين وكان عدد كبير من المدعوين، وكان الحوار بصراحة شديدة جدا، وهو الحقيقة راح بالصدر وبيحتمل كل ما يقال. طرحت عليه أي من تخوفاتك أو ملاحظاتك على لا الوضع؟ أنا سكت الحقيقة. ليه يا دكتور؟ لأنه بسم الله ما شاء الله زملائي كانوا بيتكلموا بكل حاجة. يعني ما هو ليس من الضروري أن الواحد يتكلم في كل كلام. طبعاً كل بالتأكيد مرة. لا وكانوا الإخوان كتير جداً يتكلموا، وكلموا بشكل رائع جداً الإخوة. خلينا نقول الإخوة بلاش الإخوان دي. انما فعلا اتكلموا بشكل جميل جدا في كل القضايا. ايه اللي لفت نظرك؟ وهو كان الرئيس حازم في النهايه، وقال انا عايزكم تكتبوا لي هذا الكلام بشكل تنفيذي وتجيبوه وانا اشوف هذا الكلام. حصل في حد تولى هذا الامر من حضراتكم؟ الاستاذ حلم النمنم بيجمعنا كل اسبوع لكي نسجل هذا الكلام، ويبقى فيه قدام الرئيس ورقه مننا في كذا موضوع. حضرتك عاصرت الرئيس مبارك والرئيس السادات والرئيس عبد الناصر، وطبعا العصر اللي احنا فيه عصر الرئيس السيسي. عايز اعرف الفرق ما بينهم، ما بين علاقات كل رئيس فيهم والمثقفين، مين كان اكتر ادراك لاهميه المثقفين كقوه ناعمه للبلد؟ مين كان اكتر لا يعني حاطط حدود، يمكن شايف انه لا مش لازم يقربوا بزياده؟ لا عبد الناصر كان في خطبه. مين حاول يحتويهم؟ لا عبد الناصر كان في خطبه كتير ما يتوجه الى المثقفين. وهو كان يطلب من المثقفين انهم يكونوا في جزء من بناء مصر الحديثه.
وهو كان يؤمن بالثقافة بشكل رائع بدليل انه كان يعمل ايه؟ يعني هذه رأيتها رأي العيان، كان يعمل مصنع وجنب المصنع قصر ثقافة، وفي موازاة قصر الثقافة كان في شيء المدرسة، يعني مدرسة مصنع قصر ثقافة، تعليم ثقافة عمل، يعني زوايا المثلث، تعليم صناعة ثقافة. يبقى عبد الناصر كان مدرك جيدا لأهمية الثقافة. مين كان هو مش كان صلاح جاهين في أيامه بيقول وإيه بقى تماثيل رخام على الترعة وأبرة في كل قرية عربية؟ مش كان ده حلمهم؟ مش عبد الناصر ده كان بيحلم هو بسرعة عكاشة لما كانوا طلبة في الكلية الحربية إنه يجي يوم على المصريين والمصري الفلاح يسمع لبيتهوفن وموتسارت؟ ليه ما حصلش ده يا دكتور؟ لأنه الحلم ما تمش، ما اكتملش. العلماء الاقتصاد المصري بيقولوا ان الخطة الخمسية الاولى لعبد الناصر مذهلة في نتائجها وناجحة جدا. الكلام ده بيقوله علماء اقتصاد زي جلال امين مثلا، لكن لم يستطع ان يكمل الخطة الخمسية التانية. احنا مشكلتنا دايما، وليه ده موجود عندنا، انه اللي بيجي دايما لازم يبدأ من جديد، يعني بيهدم اللي قبله او مش عاجبه اللي قبله. بالمناسبة مش شرط رؤساء، حتى كبار موظفين، عندك حتى متوالية وزراء متوالية. كل ما يجي حاكم لمصر ينهض بمصر الى درجة تهدد مصالح الدول الاستعمارية ينضرب. محمد علي انضرب لما بدأ يتوسع، ويجي ابراهيم باشا يروح الشام ويفتح وينزل على السعودية ويحتلها والى اخره، فبقى محمد علي كأنه بينافس الخليفة العثماني، والدولة التركية في ذلك الوقت كان بتسمى الرجل المريض. طيب يبقى هو بدلها ولا ايه؟ فتآلمت الدول الكبرى او القوى الكبرى الاستعمارية القديمة على ان يكسر محمد علي، وفعلا كسروه. ده اللي بيحصل مع مصر دلوقتي يا دكتور جابر، يعني خدي بالك، انت ما بتخرجش من ازمه الا بيجي ازمه وراها ازمه. عبد الفتاح السيسي حتى الان عنده منافذ يمضي منها، وهو رجل شديد الذكاء، وانا اظن انه هينجح، يعني مش هيقع في الفخ. لا بس انا اللي بساله، يعني هل برضو اللي احنا شايفينه دلوقتي مع محاولات الرئيس الدؤوبه طول الوقت انه يكون في عمل ويكون في مشاريع ويكون في اخوان دول هي دي قوتهم الذاتية؟ لا طبعا. طيب فاكرة قطر دي هي دي قوتها الذاتية؟ هي قطر دي تعرف تحرك نملة؟ ده حتة دويلة. مين اللي بيحركها؟ عندها أكبر قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عمار علي حسن مرة قال عليهم وكيل أعمال. طيب هم وكيل أمريكا في الشرق طيب. الأوسط. فيعني أنت دلوقتي مصر محاصرة من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب بالإرهاب، ومش بس من الخارج، لا وعندك عملائهم من الداخل. والسيسي ده هو الحقيقة الرئيس الذي ينبغي أن نكون جميعا معه. مش مهم نختلف معه أحيانا، لا مش مهم، بس المهم أن نكون معه في الخيار الاستراتيجي لمصر اللي هو المستقبل، وهو هيقودنا للمستقبل. وانا لا ازال اؤمن فعلا، وانا لا بجامله ولا اعرف حتى المجامله، وهو عارف ده. هو هيقودنا للمستقبل. شايف ازاي نقدر نقف يعني في وجه المحاولات المستمره لاختلاق ازمات قدامك كمصر يا دكتور جابر، علشان ما تقدرش انك تكمل، علشان تقع؟ طبعا. ازاي نواجه ده؟ بس بشرط احنا نبقى اقوياء في الداخل، ونحل مشاكلنا في الداخل، واخطاء اللي بتحصل نتجنبها، هنبقى اقوى. يعني ما حولش مصر دون ان انتبه الى دوله بوليسيه، هذا شيء خطر. ما يبقاش الداخليه دي هي المسؤوله عن تعيين الوزراء، وهي المسؤولة عن كذا، وهي كذا وكذا وكذا، وما يبقاش عندها نوع من عدم الرؤية السليمة أو المدركة، فيقبض على مجموعة من الأطفال عشان يتريقوا على داعش المسيحيين. ما ينفعش. أي شاب
هو اتقبض عليهم لان في حد قدم فيهم بلاغ. طيب ما هو ده حتى ده غلط استنادا الى ماده ازدراء الاديان. حتى ده غلط. يعني غلط. يعني غلط بقى على مين؟ غلط على اللي قدم البلاغ مفروض ولا على اللي سايب القانون ولا اللي نفذ القانون؟ من الأول. مفروض انا لا اقبض عليهم من البدايه اصلا. واني اتروى في هذه الامور. طب والشبان اللي هم محبوسين؟ وعلى فكرة الرئيس كان يعني في الحتة دي حاسم، قال لنا هاتوا لنا أسماء، هاتوا لي أسماء. قال في مظلومين أنا عايز أسماء. أنا عايز أسماء، وكان فدي يعني فير. إحنا في أخطاء داخلية لازم نعملها. أنا كنت بتناقش في وقت من وقت قريب مع الأستاذ رجاء عطية عن حكاية نقابة الصحفيين. قلت له بس خد بالك أنا الأستاذ رجاء راجل قانون، فشايف إن هم خطأوا في القانون. وان من حق الشرطة انها تخش وتقبض على 2 مخالفين للقانون. طيب بس انا قلت له انت خدت بالك نقابة الصحفيين دي كان فيها كام 1000 شاب صحفي؟ انتبه لحاجة، انه هذا التجمع الضخم جدا من شباب الصحفيين يمثل علامة، علامة استفهام لابد ان اقرأها بعناية. انا بحكمش انما بقولك هؤلاء الآلاف المؤلفة اللي شفتهم جوه نقابة الصحفيين وشفتهم في الشارع دول لابد نسأل طب ايه اللي بيغضب شباب الصحفيين؟ تقصد لازم يكون في سياسة احتواء يعني يا دكتور مش جاهر. احتواء فهم ما يبقاش دايما العصا الغليظة هي اللي جاهزة. لا اناقش احاول. هل ما زالت العصا الغليظه هي اللي موجوده ولا الامور برضو لازم نقول انه خلال 5 سنين اللي فاتت تغيرت كثيرا؟ أنا يعني مقتنع قبل 25 سنه كانت الناس بتشتكي من القمع الشرطي، يعني هل احنا لسه عندنا العصا الغليظه؟ انا مقتنع بانه الظروف اللي بتمر بها الشرطه ظروف قاسيه جدا، وانه احيانا بيضيق بهم او يضيق بهم الصدر، انا مؤمن بهذا. لكن معلش يعني افسحوا صدوركم اكتر، المرحلة مرحلة دقيقة بالنسبة لنا كشعب وبالنسبة لكم كشرطة أو بالنسبة لنا كمواطنين وبالنسبة لكم كشرطة، يعني إحنا نستحمل بعض. طب ليه الرئيس بيحتمل رزالتنا كمثقفين؟ الله، يعني هم أحسن من الرئيس؟ ما هو بيستحملنا فلازم نستحمل بعض. ما هو الرئيس طالما عارف أنك أنت حريصة على مصلحة البلد وهدفك مصلحتها ما بيستحملك. يعني كل هذا النقد الذي يكتب ما هو بيكتب بهدف الهدم في كل الأحوال إطلاقا. يعني ننتبه إلى الرأي الآخر، هذا الرأي الآخر مهم جدا جدا. وعلى فكرة من هنا أهمية المعارضة. إحنا للأسف المعارضة عندنا مقموعة مكبوتة. فين هي المعارضة؟ فين الأحزاب؟ ده خطأ مين؟ يعني فين لما حضرتك بتقولي فين الأحزاب؟ خطأ العهود. ليه الأحزاب ما لهاش خطأ العهود السابقة؟ أنت ما أنتش فاكرة مبارك كان بيعمل إيه في الأحزاب؟ طب ما الأحزاب مبارك مشي من 5 سنين، ما أين هو هي؟ ما ليه بتفكت. ما عادتش بناء نفسها؟ فكت معرفة ما عرفتش. ظهر أحزاب جديدة بعد مبارك يا دكتور جابر، ليه ما قدرتش تقوي نفسها الأحزاب الجديدة في 5 سنين دي؟ الأحزاب الجديدة أنا أظن أقوى، إنما هو مين اللي كسب الانتخابات؟ ما هو مش الأحزاب القديمة، أحزاب جديدة. ده خطأ مين؟ يعني ده لا ده ما هو الأحزاب القديمة دي لسه ما غيرتش، ما احنا عندنا حاجة اسمها التدوير السياسي، تدوير النخب السياسية. ما فيش مجتمع سليم بيفضل فيه ما يسمى بالستجنيشن السياسي، يعني الجمود السياسي الوخم. لازم الحاجات تتغير. لازم النخب السياسية تدور، يعني يروح ناس. يعني أنا مثلا قعدت وزير 18 هفضل وزير طول عمري ولا ايه؟ ما تسيبها لغيري بقى. يعني انا استاذ في الجامعه من عندي تلامذتي وتلامذة تلامذتي. وحضرتك جوه في الداخل، يعني في داخل الوزاره، في داخل المطبخ السياسي، ال8 شهور اللي قعدتهم وزير غيرت صورتك شويه عن الحكومه وقدرتها على ان هي تعمل تغيير حقيقي؟ غيروا فعلا. بس ظللت مؤمن بحاجه كنت بقولها لهم، ان الثقافه في اولويات الحكومه، في اخريات، في اخر اهتمامات الحكومه. الحكومة غير مهتمة بالثقافة. غير مهتمة. الحكومات مش في أولويات. مش في أولويات. مش في أولويات. وأنا قلت الكلام ده لمحلب وهو رئيس وزارة.
قلت لهم ده الوقت اللي حياتك كنت موجود فيه كوزير لسه لغايه دلوقتي الوضع كده ولا شايف انه اتغير؟ ما فرقتش. هي تعالي نحسب النهارده وانا في الندوه قلت لهم ما تيجوا نحسب ميزانيات وزاره الثقافه قد ايه؟ ولو وزعتها على الشعب المصري كله وهو 90 مليون هيحصل قد ايه؟ انا عملتها مره وانا وزير طلع حوالي 1.25 جنيه في السنه لكل مواطن مصري. ده كلام؟ جنيه وربع. يعني حضرتك كمواطنه مصريه نصيبك ونصيبي 1.25 جنيه في السنه. ده احنا على بعض 2.5. كتير قوي. ما ينفعش. يعني قصور الثقافه اللي منتشره في كل انحاء جمهوريه ما يعرفش حلم النمنم على فكره. إيه؟ هو دلوقتي انا مش هدافع عن حلم النمنم، لا انا بتكلم جد. حلم النمنم ما يعرفش يصلحها. هي ما محتاجه يعرفش. ما هي محتاجه ايه؟ محتاجه قطعه غيار، صيانه، محتاجه وسائل تامين بتاع حكايه التامين والسلامه بتاع معهوش عشان يصلح. فين امكانيات ماديه؟ ده في قصر اسمه ايه ده؟ قصر ثقافه القناطر الخيريه، قعد خلص وقعد معلق افتتاحه لغايه انا ما مشيت، معرفش ولم يفتتح الى الان. عارفه ليه؟ عشان ادوات الامن والسلامه ما تركبتش لانها بتتكلف كتير. هتعمل ايه علشان تحيي مره تانية مشروع التنوير اللي حضرتك متبنيه دلوقتي يا دكتور رجب؟ احنا بنعمله والحكومه بتعمله ووزاره الثقافه الحقيقه بتعمله وكل المثقفين المصريين بيعملوا. ملامحه ايه؟ ايه اللي هيتم ملامحه؟ قال لي انا بأجهزها لك. على فكره انا عايز اقول حاجه لبعض الناس يقول لك التنوير ده فلسفه غربيه. انا عايز اقول لهم على حاجه، ان كلمه التنوير حتى في الفكر الغربي هي ماخوذه من الفلسفه الاسلاميه ومن التراث الاسلامي. يعني اصله عندنا. اصله عندنا. وما اكثر الكلمات التي تستخدم النور في وصف العقل. ابتداء من والله نور السماوات والأرض إلى أن كل إشارة للعقل هي النور والجهل هو الظلام. والكلام ده في الغزالي على فكرة، الإخواننا يعني اللي عايزين مراجع. فإحنا اللي في تراثنا هذا الأصل اللي بقى انلايتمنت وسيكل أوف لوميير ومش عارف إيه والكلام ده كله، دورة الإنارة يعني. التنوير. فيعني احنا الاصل. فانا لما باخد من فلسفه الاستناره باخد منها الدافع وبرجع لتراثي، التراث العقلاني، ومره ثانيه العقلاني مش النقلي ومش السلفي. دكتور جابر حديث حضرتك ممتع جدا والوقت جري سريعا، بس حقيقي يعني من امتع الحوارات اللي انا اجريتها بقالي فتره. انا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده دكتور جابر عصفور وزير الثقافه الازرق، الكاتب والمفكر الكبير. طبعا اهو كده، هي دي الاهم وهي دي اللي باقيه ان شاء الله. أشكرك واتمنى يبقى لنا لقاءات دايما، لانه حقيقي حديث حضرتك مفيد وممتع. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير واشوفكم بكره ويوم جديد. مش معنى نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، احنا قربنا من رمضان. يبقى حياتك اللي تفضل جميعا طيبين، وان شاء الله رمضان القادم ياتي ومصر كلها بخير ومنتصره باستمرار ومستنيره كلها ومنتصره ومظفره باذن الله ان شاء الله. تصبحوا على خير.